هؤلاء الحوثيون الرافضة المعتدون على أرض اليمن، هؤلاء تبين شرهم واتضح خبث مذهبهم، ولا عجب، فالرافضة لم يألوا علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة لم يألوا جهدا في بيان شرهم وأنهم لا يضمرون المحبة للسنة أبدا مهما قالوا ومهما تظاهروا بالفعل. قال ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، قال: عامة جمهور السلف من عوامهم إذا قال أنا سني فهو يقصد أني لست رافضيا، وهذا مما يدل على أنه لا ارتباط ولا توافق مع هؤلاء. بل قال رحمه الله كما في منهاج السنة، قال: دع عنك ما يسمع وينقل مما خلا، يعني مما مضى، يعني ما يذكر عن هؤلاء الرافضة في التاريخ من الشر والفساد عظيم، لكن قال رحمه الله: أقرب لك بشيء يكون في واقعك. قال: دع عنك ما يسمع وينقل مما خلا، فإن كل عاقل إذا رأى الشر والفساد والفتن في الإسلام في زمانه أو ما يقرب من زمانه عرف أن معظم هذا الشر وهذا الفساد وهذه الفتن إنما هو من قبل الرافضة. بل قال رحمه الله، قال: إنهم أعظم الناس فتنة وشرا وفسادا، فإنهم لا يقعدون عما يوقع بين المسلمين من الشر والفتنة والفساد والإيقاع بينهم. انتهى كلامه رحمه الله. وأبو بكر ابن العربي رحمه الله كما في العواصم، وهو متوفى سنة 543 للهجرة، لما ذكر آراء الرافضة في كتابه العواصم ماذا قال؟ قال عن آرائهم: في كفر بارد، قال: في كفر بارد لا تسخنه إلا حرارة السيوف، أما دفء المناظرة فهي لا تؤثر فيه. فواجب علينا حتى نصد شر هؤلاء أن نتعلم التوحيد، حتى ندفع شوبها وخطر هؤلاء المبتدعة من الرافضة وغيرهم، وعلينا أن نكون ملتفين حول ولاة أمرنا، وأن نبين ما بينه الشرع لهم من حقوق على المنابر وفي المجالس وفي وسائل التواصل، وأن نأخذ من علمائنا الكبار وأن ندعو الله عز وجل لهذه البلاد ولسائر بلاد المسلمين أن يحميها من شر هؤلاء.